بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سوف نتناول في مقرر الفيزياء الإحصائية المحاضرة السابعة بتاعتنا. وزي ما نحن تناولنا قبل كده في محاضرة سابقة كان تكلمنا عن الدالة بتاع الدلتا، وقلنا هي الدالة بتاع الدلتا هي مدخل بالنسبة للتوزيعات الإحصائية المستمرة. لكن قبل التوزيعات الإحصائية المستمرة دايرين نشوف في البداية التوزيعات الإحصائية المتقطعة. والتوزيعات عشان نحن ندرس التوزيعات الإحصائية المتقطعة، نحن خدتنا قبل كده شروط لهذه التوزيعات الإحصائية المتقطعة، وقلنا إنه في شرطين: إذا توافروا في الدالة معناها إنه هذه الدالة هي دالة بتاعت كثافة احتمال، والشرطين ديل بأن والله يا أخي الدالة بتاعتنا المفروض تكون أكبر من صفر، الـ f of x تكون أكبر من أو تساوي صفر، بمعنى آخر إنها هي عبارة عن قيمة موجبة، دالة الاحتمال تكون ماله تكون موجبة. الشرط الثاني انه الدالة بتاعتنا بتاعت الاحتمال تكون اكبر من الواحد الصحيح، الدالة بتاعتنا بتاعت الاحتمال تكون اكبر من الواحد الصحيح. وقلنا انه التوزيعات الاحصائية المتقطعة من في ثلاثة توزيعات هي الشهيرة في حالة التوزيعات المتقطعة، هي توزيع برونولي وتوزيع ذات الحدين وتوزيع بوزون. فدارين نحن نبدأ بتوزيع برونولي كمثال أولي بالنسبة للتوزيعات الإحصائية المتقطعة. في توزيع عشان نحن نفهم التوزيع بتاع برونولي، إذا فرضنا وجود حدثين ما في تجربة، الأول خلونا نسميه E، والحدث المكمل له اللي هو E بار أو E داش. وممكن نحن نمثل الحدثين ديل مثلا باحتمال نجاح تجربة ما، و الحدث المكمل لها اللي هو حدوث الفشل في هذه التجربة. فاحتمال الحدوث بتاع النجاح اللي هو إذا كان فرضناه اللي هو الاحتمال الأول E، واحتمال الفشل اللي هو E بار أو المكمل له، فاحتمال الحدوث ده E إذا كان نحن قلنا الـ E ده مثلا تساوي B، باعتبار انه البي اوف اي اللي هو بيساوي لنا بي، فبالتالي احتمال حدوث الحدث المكمل اللي هو اي بار اللي هو مثلا نفترض انه كيو، فبالتالي هذه الكيو نحن عارفين انه مجمل الاحتمالية المفروض يكون 100% والواحد الصحيح، فبالتالي اذا كان الحدث الاول مثلا هو نجاح التجربة اللي هو اديناه بي، فبالتالي الفشل بتاع اللي هو اديناه كيو حيكون هذه الكيو بتساوي لي 1 ناقص البي. فبالتالي المتغير العشوائي الاكس اللي بياخد قيمتين اللي هو 0 1، ما ده يعني اذا كان اخد لنا قيمتين فقط يا يعني اما 0 او 1، ده بنسميه بمتغير برونولي. وهذا المتغير بتاع برونولي بيكون مربوط او مرتبط بالعلاقة دي، انه الx of e باعتبار انه الe دي واحد من الاحداث، يا اما
اي او اي بار. فيا اما هذه الاكس تاخذ شنو؟ تاخذ واحد من اثنين، واحد من رقمين اللي هم يا اما صفر او واحد. اذا كانت اخذت صفر او واحد ففي هذه الحالة اذا اخذت الاثنين ديل فقط يعني يا صفر او واحد فده المتغير ده او المتغير العشوائي ده بنسميه متغير برونولي. وهذه القيمة اذا اخذت واحد دي 200 لو كانت الاي دي منتمية الى كابيتال اي او حدوث ايه حدوث النجاح بتاع التجربة. والاكس بتاخد صفر 200 لما تكون القيمة بتاعت الاي دي اللي هي صفر. في هذه الحالة بيحدث لنا شنو؟ بيحدث لنا الفشل. فبالتالي الدالة بتاعت التوزيع بتاعت برونولي نحن ممكن نخدها في الصيغة التالية انه الاف اوف اكس بيساوي لي بي اس اكس كيو اس 1 ماينس اكس، باعتبار انه نحن قلنا الاكس بتاخد واحد فقط من قيمتين يا اما صفر او واحد. فبالتالي ده بينتج لنا منه انه والله يا اخي مجموع الاحتمالين او السمشن بتاع الاحتمالين احتمال النجاح واحتمال الفشل المفروض يكون شنو؟ يساوي لي الواحد الصحيح. يساوي لي شنو؟ يساوي لي الواحد الصحيح. ده اللي هو ما نسموه بالتوزيع بتاع برونولي. وعلى اساس انه نحن نفهم توزيع برونولي بصورة افضل خلونا نشوف المثال ده. يعني احنا قبل دارين نثبت انه دالة التوزيع بتاع برونولي هي دالة بتاعت كثافة بتاعت احتمال. بعد نثبت ده دارين ومن ثم نوجد القيمة المتوقعة ومربع الانحراف للمتغير العشوائي اكس. احنا اخذنا قبل كده كيف ان احنا نحسب القيمة المتوقعة وكيف نحسب الانحراف. فعلى اساس انه نحن نقول والله يا اخي الدالة بتاع التوزيع بتاع برونولي دي هي دالة بتاع كثافة بتاع احتمال، فده معناها المفروض ينطبق عليها الشرطين اللي احنا ذكرناهم قبل شوية، انه لابد ان تكون الدالة عبارة عن دالة موجبة اللي هي ال f of x تكون مالها قلنا اكبر من او تساوي الصفر، والسبميشن بتاع ال f of x كل المفروض يساوي لي شنو؟ يساوي لي الواحد. ديل الشرطين المفروض ينطبقوا في الحالة بتاعتنا على اساس انه الدالة تكون دالة بتاعت كثافة احتمال. فبالتالي الدالة اللي ذكرناها قبل شوية بتاعت انه اللي هي دالة برونولي ال f of x اللي هي تساوي لي b اس x q اس 1 minus x دي، اذا عوضنا انه الاكس تساوي صفر معناها الاف اوف صفر معناها حساوي لي شنو؟ حساوي لي كيو. الناتج حيطلع لي بكيو. وعند نعوض انه الاكس تساوي واحد معناها الاف اوف واحد اللي هي حنلقى الناتج بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي البي. وبما انه الكيو والبي عبارة عن كميات احتمالية باعتبار انه الكيو قيمتها اكبر من الصفر والبي ايضا قيمتها اكبر من الصفر، فبالتالي ده بينتج عنه انه الاف اوف اكس تكون اكبر من الصفر. فبالتالي هي استوفت الشرط الاول باعتبار انه الدالة ماشية في اتجاه انها تكون دالة بتاعت كثافة بتاعت احتمال. و الشرط الثاني ده بيستوفى كيف؟ يعني انا اللي عوضت الاكس بصفر والناتج طلع لي كيو، ولما عوضت الاكس بواحد الناتج طلع لي بي. فبالتالي المجموع بتاعهم او السمشن بتاعهم اللي هو حيساوي لي السمشن بتاع اف اوف صفر والسمشن زائدا الاف اوف واحد، فبالتالي الناتج كله اللي هو واحد واللي هو الناتج عبارة عن شنو؟ بي زائد كيو. والبي زائد كيو زي ما شفنا احنا في الدالة بتاعت برونولي قبل شوية العلاقة ال 14 اللي هي بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي الواحد الصحيح. فبالتالي الدالة بتاعتنا بتاعت برونولي استوفت الشرطين، انه الشرط الاول انها هي تكون قيمتها موجبة ولقيناها انها موجبة، والشرط الثاني انه السبميشن بتاعها يساوي شنو؟ يساوي واحد. فبالتالي في هذه الحالة
بقت الدالة عبارة عن شنو؟ الدالة بتاعت كثافة احتمال. نجي للشق الثاني من المثال ودايرين نوجد القيمة المتوقعة ومربع الانحراف. دايرين نوجد القيمة المتوقعة ومربع الانحراف لمين؟ للمتغير العشوائي اللي هو سميناه اكس. والقيمة المتوقعة نحن بنحسبها من شنو؟ من علاقة قبل كده أخذناها سابقة واللي هي بحسب العلاقة دي إنه summation بتاع x f of x اللي هو دي بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي الصفر في q زائد الواحد في b واللي هو الناتج منه بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي b. نرجع للعلاقة 4 في الشيت بتلقى انه شنو لو طبقت فيها الكلام دي حتلقاه شنو؟ حتلقاه سليم 100%. اما عشان احسب القيمة المتوقعة لـ x سكوير فدي بنلقاها بشنو؟ نلقاها بهذه العلاقة انه السميشن بتاع الـ x سكوير اللي هو حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي برضو بلقاه شنو؟ بلقاه b. وعشان نحسب الانحراف نحن عارفين انه الانحراف بيساوي شنو؟ اللي هو الدلتا اكس بار سكوير متذكرينه في المحاضرة الاولى اللي هو حيساوي لي شنو؟ قلنا بيساوي لي الاكس سكوير بار ناقص الاكس بار سكوير. فبالتالي القيمة المتوقعة او المتوسطة لاكس سكوير ناقص القيمة المتوسطة لاكس سكوير اللي حتبقى لي شنو؟ هتبقى لي ال b ناقص ال b سكوير. ومننا بنلقى انه القيمة بتاعتنا بتاعت الانحراف اللي هي بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي ال b في ال q ال b في ال q واللي هو ده ما نطلق عليه التوزيع بتاع شنو؟ التوزيع بتاع برونولي واللي هو قلنا واحد من التوزيعات الإحصائية المتقطعة. التوزيع الثاني من التوزيعات الإحصائية المتقطعة اللي هو قلنا توزيع ذات الحدين، توزيع ذات الحدين. و زي ما نحن ضربنا قبل شوية إنه والله يا أخي قلنا إنه عندنا تجربة فيها نجاح وفيها فشل. التلاقح بتاع أحداث النجاح والفشل ده على أساس إنه نعمم توزيع برونولي عليه فده بيودينا لتوزيع ذات الحدين. التعميم بتاع توزيع برونولي هو بيودينا للتعميم بتاع أو توزيع ذات الحدين. ليه؟ لأنه هنا حتتلاقح الأحداث بتاعت النجاح والفشل. لكن إذا كان عندنا N عبارة عن عدد النجاحات الكلية المستقلة في المحاولات برونولي ذات الاحتمال B و X عدد النجاحات، فبالتالي التوزيع ذات الحدين حياخد شكل معين، وهذا الشكل اللي هو بيظهر لنا في هذه العلاقة انه والله يا اخي الـ N دي تعبر لنا عن شنو؟ تعبر لنا عن عدد النجاحات الكلية المستقلة، عدد النجاحات الكلية المستقلة في مين؟ في الحالات بتاعت محاولات البرونولي، واللي هي النجاحات احنا هناك اديناها B، فبالتالي دي الـ N. و ال nx اللي هي دي باعتبار شنو؟ باعتبار عدد التبديلات الممكنة، عدد التبديلات الممكنة. فبالتالي التوزيع بتاع ذات الحدين اللي حيساوي لي عدد التبديلات الممكنة في b of n او اس n q اس n minus x، باعتبار انه ال x هي بتاخد القيم من صفر الى n الى n. N اللي هي زي ما قلنا هي عدد شنو؟ عدد النجاحات الكلية المستقلة في محاولات برونولي. فبنلاحظ لحدوث الحدث الـ X
تساوي اكس، يعني اذا كان المتغير العشوائي كابيتال اكس ساوي لنا اكس سمول، بيكون هنالك تبديل بتاع اكس من الاحداث او الاحداث اللي هي بتاعت النجاحات واللي هي اديناها قبيل انها شنو كابيتال اي. و حيرافق الكلام ده ان ناقص اكس، ان ناقص اكس شنو من الاحداث المكمله اللي هي احداث الفشل اللي هي الكابيتال اي بار. وبالتالي حيكون عندي ان اكس تبديله ذات احتماليه شنو مقدار اللي هي بهذا المقدار بي او سي ان بي او سي اكس كيو او سي ان ناقص اكس. و النوع ده من التوزيع بتاع ذات الحدين بيستوفي لنا شنو؟ بيستوفي لنا الشرط بتاعنا بتاع انه المفروض تكون شنو؟ تكون القيمه بتاعت الداله عباره عن قيمه موجبه. بما انه الاكس اللي هي اخذت القيم 0 1 2 الى ان، ودي كلها هي باعتبار اعداد موجبه، وقبل شويه نحن قلنا انه والله يا اخي الاحداث بتاعت النجاح اللي هي البي والاحداث بتاعت الفشل الكيو واللي هي قلنا برضو اعداد موجبه، فده معناته انه والله يا اخي الداله بتاعتنا بتاعت توزيع ذات الحدين اللي هي باعتبار شنو تكون القيمه بتاعتها اكبر من صفر، وبالتالي هي حققت الشرط الاول من الشروط بتاع شنو بتاعت داله كثافه الاحتمال واللي هي انه القيمه بتاعتها المفروض تكون موجبه. بنفس الطريقه اذا كان اجرينا عمليه بتاعت جمع، فبالتالي بنلقى انه والله يا اخي الداله بتاعت توزيع ذات الحدين دي القيمه بتاعتها بتساوي لنا الواحد الصحيح، بتساوي لنا الواحد الصحيح. فاذا استخدمنا تعريف مفكوك نظريه ذات الحدين فبنلقى انه يعني النتيجه بتاعتنا بتقول لنا الى الواحد الصحيح، وده بيحقق لنا شنو الشرط بتاعنا الثاني انه والله يا اخي السبميشن بتاع الداله بتاعتنا المفروض يساوي لي شنو يساوي لي الواحد الصحيح. فبالتالي التحقق بتاع الشرطين ديل بيورينا انه والله الدالة بتاع التوزيع ذات الحدين اللي هي مشروطة بالمعادلة أو بالمعادلة 14 دي هي دالة بتاع كثافة احتمال، هي دالة بتاع كثافة احتمال لأنه تحققوا فيها شنو؟ تحققوا فيها الشرطين دي. المعادلة دي أو العلاقة دي بتاع السميشن دي قلنا بنتحصل عليها من المفكوك بتاع نظرية ذات الحدين. فارجع طبق المفكوك بتاع نظريه ذات الحدين في الحاله دي هتلقى انه والله يا اخي النتيجه بتاعتك اللي هي بتساوي واحد واللي هو ده الشرط بتاعنا اللي نحن خدناه على اساس انه الداله تكون عباره عن داله بتاعت كثافه احتمال. التوزيع الثالث والنموذج الثالث للتوزيعات المتقطعه اللي هو سميناه بتوزيع بوزون. توزيع بوزون واحد من التوزيعات الإحصائية المتقطعة. وتوزيع بوزون ده بيستخدم في حساب عدد النجاحات المستقلة التي يمكن أن تحدث في فترة زمنية محددة. عدد النجاحات المستقلة اللي يمكن تحدث في فترة زمنية معينة أو محددة، وتكرار حدوث يعني الكلام ده بيشبه شنو يعني عدد النجاحات المستقلة التي يمكن أن تحدث في فترة زمنية محددة، ده بيشبه لنا مثلا تكرار الحدوث بتاع حدث طبيعي. يعني مثلا انت زول مثلا شغال في محل ما بي 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 نخلينا مثلا نقول والله مثلا زول شغال في كول سنتر مثلا بتاع زين ولا بتاع ام تي ان ولا بتاع سوداني، ففي تكرار بتاع مكالمات هاتفية محدد، او مثلا كنت مثلا شغال في الكهرباء في مكتب البلاغات معناها في تكرار بتاع شنو بتاع اعطال محدد.
فبالتالي التوزيع بتاع بوزون اللي هو بيحسب لنا عدد الحالات المستقلة دي أو التكرارات الطبيعية اللي بتحدث دي. فمثلا لو فرضنا انه قلنا والله يا اخي المتغير العشوائي اللي هو كابيتال اكس اوف تي هو حدوث الاحداث دي في فترة زمنية ما بين صفر وتي، واحتمال حدوث الحدث في فترة صغيرة اللي هو هيبقى بشنو؟ هيبقى زي ما انت داير تعمل نهاية، هيبقى بين تي وتي زائد دلتا تي، فبيكون متناسب مع طول الفترة الزمنية اللي هو دلتا تي. ونفترض ايضا انه الاحتمال لا يعتمد على موقع الحدث، ما بيعتمد على موقع الحدث. في الحالة دي فإن الأحداث حتتوزع على حسب شنو؟ على حسب التوزيع بتاع بوزون دي. الأحداث بتاعتنا حتتوزع على حسب التوزيع بتاع بوزون، واللي هو بياخد شكل العلاقة بتاعته حتبقى في هذه الصورة، إنه ال F of X ميو اللي هي حتساوي لي شنو؟ E أس ماينس ميو ميو أس X على مضروب X، باعتبار انه ال X هي بتاخد الاعداد من صفر الى ما لا نهاية. و الميو دي هنا الميو عبارة عن متغير موجب، متغير موجب، وهذه الميو بتساوي لامدا في تي، لامدا في تي، تي تعبر عن الزمن ولامدا ثابت يعبر عن كثافة حدوث الحدث. والحدث في هذه الحالة بما انه التوزيع هو عبارة عن توزيع بوزون، فبالتالي الميو قلنا متغير موجب واللي هو بيساوي لي لامدا في تي، تي دي اللي هو الفترة الزمنية الحدث فيها الحدث، ولامدا قلنا هو ثابت يعبر عن شنو؟ كثافة حدوث الحدث. والحدث بما انه قلنا توزيع بوزون معناه الحدث بنسميه الحدث البوزوني. كذلك نجد انه توزيع بوزون برضو بيستوفي لنا شنو؟ بيستوفي لنا الشروط، الشرطين اللي احنا خدتيناهم لانه الدالة بتاعتنا تكون دالة بتاعت كثافة احتمال. فلانه الميودية قيمتها اكبر من الصفر، فبالتالي ال F و X ميو اللي هي دي الدالة بتاعت بوزون او توزيع بوزون حتكون مالها؟ حتكون قيمتها أكبر منها وتساوي الصفر، فبالتالي هي دي حققت الشرط شنو؟ حققت الشرط الأول. ومن برضو نلقى إنه الصمشن بتاعنا اللي هو برضو بيساوي لنا شنو؟ بيساوي لنا الواحد الصحيح، بيساوي لنا الواحد الصحيح. فبالتالي إذا طبقنا الكلام دي في العلاقة بتاعتنا دي بنلقى انه والله يا اخي السبمشن بتاعنا ده بيساوي لنا شنو؟ بيساوي لنا الواحد الصحيح، فبالتالي هو ده شنو؟ ده التحقيق بتاع الشرط الثاني، ده التحقيق بتاع الشرط الثاني، انه قلنا الشرط الاول انه تكون موجبة، الشرط الثاني انه السبمشن بتاعنا من صفر الى ما لا نهاية، لانه الاكس هنا قلنا هي من صفر الى ما لا نهاية، فبالتالي بنلقى انه القيمة دي بتساوي لنا شنو؟ بتساوي لنا الواحد الصحيح، فبالتالي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الدالة بتاعتنا بتاع التوزيع بوزون اللي هي دالة بتاعت كثافة احتمال، هي دالة كثافة احتمال. ف خلونا ناخد التمرين ده على محمل الجد ونثبت انه باستخدام التوزيع بتاع بوزون دايرين نوجد القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X ومقدار الانحراف زي ما نحن أوجدناها قبل شوية بدلالة مين؟ بدلالة ذات الحدين وبدلالة مين؟ وبدلالة برونولي. فدارين نوجدها بدلالة مين؟ بدلالة توزيع بوزون، بدلالة توزيع بوزون. وهنا انت محتاج انك انت بعد ما تستخدم التعريف بتاع القيمة المتوسطة وتوجدها على اساس انه النتيجة بتتحصل عليها
مفكوك بتاع الدالة الأسية، أرجع أشوف المفكوك بتاع الدالة الأسية في الرياضيات، ومنها ممكن توجد شنو؟ توجد القيمة المتوقعة للمتغير عشوائي إكس. والانحراف عارفين إنه نحن كيف بنحسب الانحراف من العلاقات اللي فاتت اللي هو الدلتا إكس بار سكوير، فبالتالي ممكن توجد القيمة بتاعته اللي هو بالجذر التربيعي للمقدار ده. النوع الثاني من أنواع التوزيعات الإحصائية اللي هي سميناها بالتوزيعات الإحصائية المتصلة أو المستمرة، المتصلة أو المستمرة. و في هذه التوزيعات الإحصائية المتصلة المتغير العشوائي بتاعنا إكس بيكون متغير عشوائي مستمر إذا كانت الدالة بتاعتنا بتاعت كثافة الاحتمال بتستوفي شروط محددة، زي ما احنا قلنا انه والله المتغير العشوائي اكس دي في التوزيعات الاحصائية المتقطعة كان بيستوفي شرطين، ففي حالتنا بتاعت التوزيعات الاحصائية المتصلة لابد انه يستوفي لنا برضو شروط محددة المتغير العشوائي ده على اساس انه نقول هو شنو متغير عشوائي مستمر. فالشرط الشروط بتاعتنا هو الشرط بتاعنا نفس الشرط الاول السابق انه الاف اوف اكس تكون اكبر من او تساوي الصفر، وبالتالي معناها الدالة تكون عبارة عن شنو؟ دالة موجبة. والشرط الثاني هناك كان الشرط بتاع التجميع، هنا حولنا الشرط من تجميع الى تكامل، يعني من سمشن لتكامل، والتكامل من تكامل محدود من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، المفروض القيمة بتاعت التكامل دي تساوي لي شنو؟ تساوي لي الواحد الصحيح. و الكلام ده بتاع التكامل ده بيتم، بنلاحظ انه بيتم متين، انه والله يا اخي الحدث بتاعنا النجاح بيساوي شنو؟ يساوي القيمة بتاعت الدالة دي. 200 لما يكون المتغير العشوائي اكبر من او يساوي ال A واقل من او يساوي ال B، فبالتالي الحدود بتاعتنا بتاعت التكامل هي كانت ما بين ال A وال B، فبالتالي الحدث بتاعنا اللي هو بتاع النجاح بيكون مرافق لهذه العلاقة، مرافق لهذه العلاقة. فبالتالي الشرطين بتاعيننا، الشرط الاول زي ما هو، زي ما قلت تاني نكرر تاني انه الشرط الاول زي ما هو اللي هو الدالة بتاعتنا بتاعت كثافة الاحتمال تكون عبارة عن دالة موجبة اي هي اكبر من او مساوية للصفر. والشرط الثاني بدل هناك كان شرط بتاع تجميع summation، فبالتالي هنا بقى تكامل او integration محدود ما بين سالب ما لا نهاية الى موجب ما لا نهاية للأوف اوف اكس المفروض يساوي لي شنو؟ يساوي لي الواحد. فمن التوزيعات من أمثلة التوزيعات الإحصائية المتصلة، أول هذه التوزيعات ما نسميه ب توزيع جاما، توزيع جاما. و توزيع جاما من التوزيعات الإحصائية المستمرة، بحيث إنه توجد له تطبيقات عديدة، توجد له تطبيقات عديدة. والتوزيع ده قلنا بيسمى بتوزيع جاما لارتباطه بالدالة بتاعت جاما. والمتغير العشوائي المستمر X بيتبع دالة التوزيع جاما إذا كانت دالة كثافة احتمالة بتأخذ لنا الشكل بتاعنا، أو دالة جاما إذا أخذت الشكل دي، فالمتغير العشوائي المستمر X بنقول إنه عبارة عن هو دالة مستمرة أو دالة بتاعت يتبع توزيع جاما. و المتغيرات بتاعتنا اللي هي السيتا والكي، السيتا والكي لا بد ان تكون مالا الاثنين يكونوا اكبر من الصفر، الاثنين يكونوا اكبر
من الصفر، فبالتالي لما يكونوا الاثنين اكبر من الصفر فبالتالي الاكس هتكون على اكبر من الصفر. المتغير كي ده هو يسمى ببارومتر التشكيل. بارومتر التشكيل ليه؟ لانه بيحدد لنا الشكل المنحنى الناتج من الدالة بتاعت التوزيع بتاع الجامعة، و ده بيترتب عليه أشكال كثيرة. هذه الأشكال بتعتمد على القيمة بتاعت الكي، إذ هل الكي هي أقل من الواحد، هل هي مساوية للواحد، أم هي أكبر من الواحد. فعلى حسب القيمة بتاعت الكي بنتحصل على شنو؟ بنتحصل على شكل المنحنى المحدد. والدالة بتاعتنا بتاعت الجاما اوف كي، الجاما اوف كي دي بتاخد شكل محدد ايضا، واللي هو بيكون بهذه الصيغة، انه الجاما كابيتال جاما اوف كي اللي هي احد كلي من صفر الى ما لا نهاية التكامل بتاع تي اس سي كي ماينس 1 اي اس سي ماينس 1 بالنسبة لدي تي. ودي قلنا اللي هي الفترة الزمنية اللي بيحدث فيها شنو؟ اللي بيحدث فيها هذا الحدث. و الدالة بتاعت جاما عندها الدالة بتاعت جاما اللي هي الكي دي هو القيمة بتاعتنا بتاعت الكي زي ما قلنا اللي هي بباروميتري بتاع التشكيل، واللي هي بيدلل لنا على شكل المنحنى الناتج. فكأمثلة بالنسبة لي الدالة أو القيمة بتاعت الكي اللي هو المنحنى اللي قدامنا دي، فده منحنى مثلا لما كانت القيمة بتاعت الكي اللي هي 0.5 ده كان شكل المنحنى، ولما كانت القيمة أخذت واحد شكل المنحنى تغير بقى بهذه الطريقة، ولما كانت القيمة بتاعت الكي باتنين شكل المنحنى أخذ هذه الطريقة. ف هذه القيمة بتاعت الكي مثلا إذا كانت الكي بتاخد واحد، فمعناها الدالة بتاعت جاما دي هتصبح بالصورة التالية. فدي لما الكي تاخد القيمة واحد معناها الدالة بتاعت جاما بقت بالطريقة دي، ولما الكي تكون أكبر من واحد تشكل الدالة بتاعتنا، فبالتالي القيمة بتاعتنا النهائية حتبقى بشنو؟ بالجذر بتاع باي. ده لما تكون شنو؟ لما تكون نص. فبالتالي لما كانت الدالة الكي بنص أو 0.5 كان الناتج اللي هو جذر باي واللي هو بيدينا الشكل ده، ولما كانت الكي اكبر من الواحد اللي هي الاثنين ده كان شكل الدالة كمثال، ولما كانت الكي بواحد ده شكل الدالة. فزي ما قلنا انه والله ياخد الدالة بتاع الجامعة دي بتاخد شنو؟ بتاخد اشكال مختلفة، واللي هي دي صورة من صور توزيعات الإحصائية المتصلة أو المستمرة. النوع الآخر من التوزيعات الإحصائية المستمرة اللي هو ما نسميه بتوزيع جاوس أو التوزيع الطبيعي، توزيع الطبيعي أو توزيع جاوس. وبيعبر التوزيع ده نعتبره من أهم التوزيعات الإحصائية على الإطلاق، بتظهر في تطبيقات فيزيائية كثيرة، وبرضو في تطبيقات غير التطبيقات الفيزيائية. التوزيع ده تم اكتشافه في عام 1733 بواسطة عالم اسمه مونو نوري في 1733 هو قام باكتشاف هذا التوزيع أو التوزيع الطبيعي بتاع جاوس.
المتغير العشوائي اكس ده اللي هو باعتباره هنا متغير مستمر، هيتبع لنا التوزع الطبيعي اللي بيكون عنده قيمة بتاعت متوسط محددة وعنده مقدار من التباين. والقيمة بتاعت المتوسط خلونا نرمز لها بالرمز ميو، والتباين خلونا نرمز له بالرمز سيجما سكوير. فبالتالي لما يكون المتغير العشوائي هو في توزع طبيعي، والتوزع الطبيعي ده قلنا عنده قيمة بتاعت متوسط مقدارها ميو، وعنده قيمة بتاعت التباين مقدارها سيجما سكوير. فبالتالي الدالة بتاعت كثافة الاحتمال اللي بتعبر لنا عن هذا التوزع الطبيعي ممكن نلقاها بهذه الصورة، نلقاها بهذه الصورة باعتبار ان قلنا الميو هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن المتوسط، والسيجما سكوير هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن التباين. والتباين مقصود به برضو ممكن بدل نقول تباين ممكن نقول مربع الانحراف المعياري، مربع الانحراف المعياري او التباين. والقيمة بتاعت السيجما دي بتكون محصورة ما بين الصفر وما لا نهاية، ما بين الصفر وما لا نهاية، انه السيجما دي بتكون اكبر من الصفر واقل من ما لا نهاية. اما القيمة بتاعت ميو بتاعتنا او بتاعت المتوسط هي بتكون محصورة ما بين سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. كذلك القيمة بتاعت مين؟ القيمة بتاعت x small، واللي هي بتاخد شنو؟ بتاخد برضو بنفس القيمة، بتكون محصورة ما بين سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. والتوزع الطبيعي بياخد شكل محدد، واللي هو ده بيظهر لنا في الشكل ده، واللي هو قلنا احيانا بنسميه بالتوزع بتاع جاوس. وعنده في الفيزياء تطبيقات كثيرة، لكن ما يهمنا الان في 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 في, في الشكل بتاع المنحنى الطبيعي دي او التوزع بتاع جاوس ده، انه المنحنى ده قلنا بيكون متماثل حول الوسط بتاعه، او اذا كان ده الوسط الحسابي بتاع المنحنى، المنحنى ده من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار بيكون ماله؟ بيكون متماثل. وممكن بمعنى احصائي رياضي نقول هو متماثل حول وسطيه الحسابي واحاد المنوال، وبيتساوى وسطه الحسابي مع وسيطه، يعني تنطبق فيه كل الشروط دي، انه متماثل حول وسطيه الحسابي واحاد المنوال، وبرضه بيتساوى وسطه الحسابي مع وسيطه. واللي بينتج من التماثل دي على انه القيمة بتاعت الدالة عند ما الميو زائد كي او الميو زائد اكس تكون مساوية لقيمة الدالة عند الميو ناقص كي او الميو ناقص اكس، فده بينتج 200 لما يكون عندنا اللي هو انه ال f of ميو زائد كي بتساوي ليه ال f of ميو ناقص كي. فبالتالي هيبقى التكامل بتاعنا من ميو الى ميو زائد كي لل f of x dx، ده هيساوي ليه شنو؟ هيساوي ليه التكامل من ميو ناقص كي الى ميو لل f of x dx، وده اللي هو الناتج من شنو؟ من الكلام الرياضي اللي قلناه او الرياضي الاحصائي اللي قلناه، انه بيكون متواصل حول وسطيه وسطيه الحسابي واحد المنوال،
وقلنا بيتساوي مع وسطه الحسابي مع وسيطه. وبنلاحظ انه القيمة المتوسطة للتوزع للتوزيع المعتدل، يعني اذا كان التوزيع بتاع التوزع الطبيعي بتاعنا كان توزع معتدل، فالقيمة حتساوي لي صفر، اي انه الميول حتساوي لي شنو؟ حتساوي لي صفر. وده معناه انه قيمة المنحنى هتكون ممركزة عند الصفر، يعني بمعنى انه اذا كان انا عملت شيفتنج للميول دي جبتها هنا، يعني باعتبار انه المنحنى بقى بادي من هنا، حلقى انه والله يا اخي القيمة بتاعت المنحنى دي وين؟ عند الصفر هنا. لكن هنا المنحنى اللي قدامنا ده القيمة بتاعت الميو متمركزة عند القيمة بتاعت ميو هنا، لأنه الميو هنا لا تساوي الصفر، وده ما نسميه بشنو؟ بالتوزع الطبيعي أو توزيع جاوس، التوزع الطبيعي أو توزيع جاوس. وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هي حنتناول فيها التوزيعات الفيزيائية الكلاسيكية. والسلام عليكم ورحمة الله.